بونسوار. طقس مستقر مبلش فيه بداية الأسبوع والتفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم بموضوعنا اللي هو صور سياحية من خارج لبنان ومن صورة فارس مكرزل. بنوصل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها ومبلش بتونس عم توصل حرارة فيها ل 33 درجة، الرباط 28، الجزائر 36، القاهرة 38 درجة، بغداد 48، دمشق 37، القدس 31، عمان 34، والختام بيكون مع الكويت 43 درجة، أبو ظبي 44، دوحة 42، أما الرياض عم توصل حرارة فيها لل 40 درجة. نرجع على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين 26 و 33 درجة، بالجبل توصل ل 28 درجة وعنا احتمال لأمطار متفرقة بفترة الليل، أما بالداخل عم توصل ل 33. هلا بنروح على الخريطة اللبنانية ومنبلش بعكار 32 درجة، طرابلس 31، الأرز 24، الكورة 30، الهرمل 32، القاع 30، بعلبك 31، الريق 32 درجة، جبال 33، فريا 29، جونيا وبعبدا 33، بيروت كمان 33 درجة وطقسها صافي ومشمس، زحلة 34، شطورة 31، عنجر 30، مشغرة 32، جزين مرج عيون 31 درجة، أما رشايا وبنت جبال 32، والختام بيكون مع صيدا صور وقانا 33 درجة. بكرة طقسنا رح يكون صيفي بامتياز مع حرارة عم تتراوح لنهار التنين بين 26 و 33 درجة مع طقس صافي، بالنسبة للثلاثة 32 درجة، أما الأربعة بتوصل حرارة ل 33. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 16 و 24 درجة. لهون بتكون خلصت نشرة جوية، تصبحوا على ألف خير.